اليوم رح نحكي عن بعض حوادث الطائرات حول العالم وكيف بتأثر الأخبار المضللة المرتبطة فيها على سمعة قطاع الطيارة. تحطمت طائرة بساو باولو بالبرازيل ب 9 أغسطس 2024 وهيدي الحادثة أثارت جدل واسع مش بس عشان عدد الضحايا اللي كانوا 62 شخص بس كمان بسبب الأخبار المضللة اللي انتشرت بعد الحادثة. هلأ رح استعرض معكم أبرز الأخبار الكذبة اللي رصدها مسبار وكانت مرتبطة بحوادث الطيارة. بعد تحطم الطائرة البرازيلية انتشر خبر بيقول انه الطائرة كان فيها 8 اطباء كانوا بطريقهم الى مؤتمر يثبت علاقة لقاحات كورونا بزيادة حالات السرطان، لكن لم يعثر مسبار على اي انباء تؤكد صحة هالخبر. وبين التحقيق انه الاطباء كانوا بطريقهم لحضور مؤتمر حول الاورام لتحديث معارفهم فقط، والامر لم يكن له علاقات بلقاحات كورونا. بشهر يوليو 2024 انتشر خبر عن تحطم طائرة ركاب مصرية ووفاة 293 شخص كانوا فيها، وكان مع الخبر صورة لطائرة محطمة، لكن اتضح انه الخبر زائف والصورة المتداولة معه قديمة ومنشورة عام 2013. نزل على الأرض الصغيرة تقريبا نزل. وبيوليو 2024 أيضاً نشر مقطع فيديو على أنه لهبوط خاطئ لطائرة ركاب بأحد شوارع إمارة الفجيرة بالإمارات، لكن بيّن تحقيق مسبار أنه مقطع الفيديو قديم ومنشور عام 2019، والطائرة الظاهرة بالمقطع هي عبارة عن هيكل للطائرة وكانت مستخدم لأغراض تجارية قبل نقلها لاحقاً إلى دولة البحرين. وبشهر مارس 2022 نشرت هيدي الصورة على أنها لنيران تحطم طائرة وسط مدينة أبوظبي، لكن اتضح أن الصورة منشورة عام 2018 وبتوثق غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة. قد يكون مروجو الأخبار المضللة حول حوادث الطائرات أفراد أو منظمات أو وسائل إعلام، لكن وفق ما رصدوا مسبار كان الأفراد هم الأكثر نشراً لهالأكل. أما بالنسبة لدوافعهم فكانت تشمل البحث عن شهرة سريعة عبر نشر أخبار مثيرة تجذب الانتباه وتنتشر بسرعة، أو لتحقيق أجندات سياسية وأيديولوجية تتماشى مع توجهاتهم. بعض الأفراد تدفعهم أيضاً الرغبة بإثارة الخوف والفوضى. بطبيعة الحال تؤثر الأخبار المضللة حول حوادث الطائرات بشكل سلبي على صناعة الطيران، وهذا الشيء بيؤدي إلى تراجع ثقة المسافرين وانخفاض الحجوزات وتدهور سمعة الشركات. رغم صعوبة تحديد التأثير المباشر للأخبار الكاذبة على اقتصاد الطيران، إلا أن هالمعلومات المضللة قد تتسبب بخسائر مالية ضخمة وتقلبات بأسعار الأسهم.